عدنا إليكم متابعي قناة رويش تي في في هذا الفيديو الجديد، فمرحبا بكم جميعا. يتمتع بعض الأشخاص بقدرة طبيعية على كشف الكذب وحماية أنفسهم من الوقوع في مصائد الخداع والنفاق، فإن كنتم تشعرون بأن لديكم قدرات خاصة تحميكم من أن تكونوا ضحية الخداع والمكر، إذن فأنتم من ضمن مواليد الأبراج الخمسة التي تكشف الكذب ولا تقع في أي مأزق قد يخططه لكم الآخرون. أعلموا أن الفضول ينتابكم لمعرفة تلك الأبراج، لذا سنبدأ معاً هذا الفيديو الشيق، لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا المسلية لتصبحوا من أصدقاء رويش تي في وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا. لا تنسوا أيضاً النقر على زر الإعجاب لدعمنا على الاستمرار. خمسة أبراج قادرة على كشف الكذب، هل أنت واحد منها؟ البرج الأول على قائمة الأبراج الخمسة القادرة على كشف الكذب، برج العذراء. لن يتمكن أحد من التفكير في الكذب على مولود برج العذراء، فهو يشبه جهاز كشف الكذب إلى حد كبير، حيث يتمتع مولود هذا البرج بقدرة مميزة على قراءة ملامح وجه الشخص الذي يتحدث إليه وملاحظة أي تغير قد ينبئ عن وجود كذبة مهما كانت بسيطة. كما إن الذكاء الذي يتمتع به مولود هذا البرج سيكون السبب في التفكير بشكل منطقي في كل ما يقال له، بالإضافة إلى أنه يشعر بالمتعة والفضول حيال معرفة حقائق الأمور وتفاصيلها، لذا سيكون مولود هذا البرج قادراً على توظيف حواسه جميعها ليتأكد من صحة أقوال من حوله، وسيكون اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة مساعداً له كي يدرس جوانب الحديث بدقة. وأكثر ما هو مضحك في الأمر هو أن كل من يحاول الكذب على مولود العذراء سيشعر بعد دقائق بأن أمره قد كشف، وسيحاول على الفور أن يغير من أقواله وأن يضع اللوم على الآخرين ليبعد عنه الشبهات، ولكن لا مفر له. البرج الثاني على قائمة الأبراج الخمسة القادرة على كشف الكذب، برج الجوزاء. إن تعدد صداقات مولود برج الجوزاء واتساع رقعة معارفه اللامحدودة تجعلني منه شخصا خبيرا في دراسة حنايا شخصيات الناس المحيطين به، لذا سيكون محترفا في كشف الأكاذيب التي يحاول البعض اللجوء إليها في أقوالهم. فما إن يشتم مولود الجوزاء رائحة كذبة ما في حديث أحدهم حتى يبدأ بتوجيه الأسئلة المحرجة له، ولن يهدأ حتى يبدأ الشخص الكاذب بالتصبب عرقا من شدة الحرج. كما إنه سيخوض كثيرا في تفاصيل الحديث ولن يتوقف عن الأسئلة الدقيقة حتى يرى العجز في أعين الكاذبين، بالإضافة إلى أن قدرة مولود هذا البرج على كشف الكذب لن تتوقف على طبيعة الأحاديث وابتعاده عن الواقع والحقيقة، بل إنه يجيد كشف الخداع من الأسلوب الذي يتحدث به الآخرون، حيث إنه سيركز على حركات أجسادهم والتصرفات الغريبة التي قد يقومون بها أثناء الحديث الكاذب الذي يتفوهون به، ليفشلوا في نهاية المطاف بإقناع مولود الجوزاء بأكاذيبهم. البرج الثالث على قائمة الأبراج الخمسة القادرة على كشف الكذب، برج العقرب. من الأفضل ألا يحاول أحد الكذب على مولود برج العقرب مهما كانت الأسباب، فلن يطول الأمر كثيرا حتى يتمكن مولود هذا البرج من كشف الكذب والخداع الذي يتبعه الآخرون من حوله،
وبما أن مولود العقرب شخص فضولي بطبيعته وكثيرا ما يحب البحث في أسباب الأمور وإجراء التحريات الخاصة به، فبمجرد أن يرى ارتباكا أو ضعفا في الحديث حتى يستيقظ المحقق الذي بداخله، ولن يتوقف أو يتوانى عن كشف الحقيقة كاملة غير آبه بالوقت الذي سيستغرقه الأمر. وبغض النظر عن الجهد الذي يجب عليه أن يبذله ليصل إلى مراده، فأكثر ما يهم مولود العقرب حينها هو معرفة الحقيقة ومواجهة الشخص الذي خان ثقته وكذب عليه، وسيوجه العقرب له أصابع الاتهام ليعلم بأنه قد كشف سوء نواياه ولكي يأخذ حذره من غضب العقرب. فحين يتعلق الأمر بالانتقام لن يستطيع أحد مواجهة مولود هذا البرج الذي لا يسمح لأحد بأن يخيب ظنه بسهولة. البرج الرابع على قائمة الأبراج الخمسة القادرة على كشف الكذب، برج الجدي. يميل مولود برج الجدي لأن يكون صادقاً في أقواله وأفعاله إلى حد كبير، لذا سيكون من السهل على مولود هذا البرج أن يميز أي حديث قد تتخلله نوايا الكذب أو النفاق. وبما أن مولود الجدي يعاني في طبيعة الحال من الشك بمدى صدق الآخرين ولا يستطيع أن يمنحهم ثقته بسهولة، لذا سيحتاج إلى بعض الوقت كي يكون قادراً على تصديق ما يتلى على مسامعه، لكنه سيبقى في حالة تأهب لكشف أي حديث كاذب، وسيكون جاهزاً لحماية نفسه من مصيدة الخداع دوماً، حيث إن لمولود هذا البرج القدرة على معرفة الأشخاص الكاذبين من ملامح وجوههم ولغة أجسادهم. وأكثر ما يلفت انتباهه هو عدم قدرة الشخص الذي يتفوه بالأكاذيب على التحديق بعينيه مطولاً أثناء الحديث. وما إن يشعر الطرف الآخر بأن مولود الجدي يعاني من صعوبة في تصديق ما يقوله، حتى يحاول جاهداً استخدام عبارات الإقناع كي يوهمه بأنه صادق، ولكن كل جهوده ستذهب سدىً. البرج الأخير على قائمة الأبراج الخمسة القادرة على كشف الأكاذيب، برج الدلو. قد يكون مقدار الذكاء العالي الذي يتمتع به مولود الدلو هو السبب الأساسي لتمييزه للأحاديث الكاذبة من الصادقة، حيث إن مولود هذا البرج يعتمد على عدة أساليب لكشف النفاق وتجنب شر الوقوع في شراك الخداع. فما إن يلاحظ مولود الدلو ظهور علامات الارتباك على وجه الشخص الذي يحادثه حتى يبدأ بطرح الأسئلة الدقيقة عليه، ولكن توتر الشخص الكاذب وتهربه من الإجابة سيثير شكوك مولود الدلو حول صدق ما يقوله ذلك الشخص. إلا أن مولود هذا البرج لن يأخذ أي قول كاذب على محمل الجد، ولن يعتبره إهانة شخصية موجهة له، كما إنه لن يفسره بأنه تصرف ينم عن عدم احترام الآخرين له، بل إن ردة فعله ستكون في قمة التسامح، وسيحاول فهم الأسباب التي دفعت بالآخرين إلى اتباع طريق الكذب الشائك، كما إنه قد يضحك عند سماعه للآخرين يتفوهون بالحقيقة كاملة ومقارنتها بالأكاذيب التي سمعها منهم للتو. والآن نكون قد وصلنا وإياكم متابعي قناة ريوش تيفي إلى نهاية هذا الفيديو، نأمل أن تكون تلك المعلومات المسلية قد حازت على إعجابكم. لا تنسوا أن تعبروا عن محبتكم لقناتنا بالضغط على زر اللايك، وتذكروا أن آراءكم تهمنا، لذا أخبرونا في خانة التعليقات إن كنتم من ضمن مواليد الأبراج التي يستحيل أن تقع في شراك الكذب، ولا مانع من إخبارنا عما ترغبون بمشاهدته من قناتكم المفضلة ريوش تيفي.
نترككم الآن مع بعض الفيديوهات التي قد تثير اهتمامكم والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحبة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكم. إلى اللقاء في فيديو جديد.